السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متتبعي القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا عندنا الكريب دو وجهين. هذا الكريب دو وجهين ليه بزاف ديال الطرق ديال الخياطة حسب الاختيار ديال الزبونة وحتى على حسب الإبداع ديال الخياطة. كل مرة كتبدل الديكور ديال هذا الكريب باش تشكل فيه شكيلات يكونوا زوينين. المره كما شفتوني راه جوج المرات شاركت معكم هذا الكريب دو وجهين. واحد المره درته بالمعلم ودرت فيه الترزيزه في الامام، واخا الخياطه ديال المعلم بالماكينه درت فيه الترزيزه بالليد في القدام وباللون اللي كاين في الداخل ديالو باش يعطي واحد المنظر. علاش؟ لان القب ديجا كيبان فيه القب ديال كيبان فيه الوجه الاخر ديال الكريب. ومرة تانية شاركت معكم حتى هو في القناة، شاركت معكم الكريب بالراندة ودخلنا فيه لحقيق، درنا في جناب الراندة، درنا حصيرة ودرنا لحقيق في الجناب هكا أوريدات، والحقيق اللي كان في الجناب درناه باللون ديال الوجه الآخر ديال التوب. واليوم إن شاء الله هذه حتى هي ديال المعلم، ولكن غيرنا فيها لأن ألاموند دابا كاين هاد الصيفات حتى هما ألاموند، وحنا بغينا نلعبو إن شاء الله غنخدمو بالصيفات. أو ميم طون غادي نديرو واحد المنظر في الكمام زوين اللي غيعطيها واحد المنظر أكثر جمالا. عندي هنايا أربعة لقيات ديال الحرير. هاد أربعة لقيات ديال الحرير كنديرو القية ديال الكابلي، وقية ديال الكابلي كتقدك في الجناب ديال الجلابة. وان شاء الله غنديروا هاد ثلاثه لقيات غنديرهم سبوله سبوله. علاش بغيناها؟ تقولوا لي كثر شويه ديري غير جوج لقيات، ولكن حنا بغينا سبوله تكون شويه عريضه. داك الطرطون المفتل غنخدموا به القدام شويه على عريض، هي غير نص طوق نص طوق، ولكن غنعرضوا شويه. علاش غنعرضوا شويه؟ حتى وكان درنا صيفه الوسط راه كما كتشوفوا صيفه اللي لبسناهم بالوجه الاخر ديال الثوب. حتى الا حطينا صيفه الوسط غادي يكون الخياطه في الجناب كاينه، داكشي علاش حنا بغينا نعرضو اكثر ونخدمو السبوله بواحد الطريقه. ان شاء الله اكيد غتشوفوها معايا في اخر الفيديو، غادي ندفعها بسرعه للمعلم وغادي توجد ان شاء الله باش نوريها لكم في الاخر ديال الفيديو. كما شفتوا الطروان راكم شفتوه، والطريقه ديال الخياطه كيفاش غادي ندير ليها عرفتوها، اما طريقه الفصاله شوفوها معايا باش تشوفوا الكميمات كيفاش غندير لهم في الفصاله. كما كتشوفوا البنات انا طويت الثوب على 4 على الطول. علاش؟ لانني بغيت ندير جلابه دغوا بافتحات في الجناب، يعني فرق بين الفصاله كيفاش كطوي الثوب. يعني مني كتبغي تفصلي واحد الموديل ديال الجلابه شنو اللي كيحتم عليك كيفاش طوي الثوب؟ هي الموديل ديال الجلابه. الا بغيتيها في ايفازي وكلوش كطوي على جوج وكتخرجي الامام، وعاد من بعد كتخرجي الظهر، لان هاد القياس اللي كاين هنا في الثوب ما غايكفيش باش تخرجي جلابة كلوش. داكشي علاش حنايا عندنا الطوب من الثوب مني كنطوه على 4 اشنو كيعطينا؟ كيعطينا 37 سنتيم. 37 سنتيم يلا دير لينا جوج فتيحات في الجناب باش نكونوا مرتاحين في الخطوه ديالنا. دابا غنبدا معكم الفصاله. اول حاجه كنديروا 8 سنتيم ديال العطفه، ومن بعد كنحطوا الطول ديال مولات الجلابه متر وربعين سنتيم، هي هاديك متر وربعين سنتيم. غادي نجر شويه الثوب باش يبان ليكم الخدمه. عندي 40 سنتيم في الكتاف مقسومه على 2 زائد 1 ديال الخياطه، هي 21 سنتيم. هي 21 سنتيم. غادي نهبطوه ب 3 سنتيم الكتاف ديالنا، غنديرو 9 سنتيم ديال الكول، عاد من بعد غنديرو 2 سنتيم ديال الخلف، هيا غنديرو 11 سنتيم ديال الامام، عاد من بعد كنهبطو الكتاف بهذه الطريقه. غادي نديرو دابا قياس الصدر. قياس الصدر عندي 116 سنتيم. 116 سنتيم الا قسمتيها على 4 وزديها 4 كتعطيك 33 سنتيم. غادي نحطو 33 سنتيم هنايا، هيا و 33 سنتيم هنا، وكنديروا الخط بحال هكا وكنقلبوا على في هذا الخط على التركيز اللي غنديروه هو 26 سنتيم. ها هو 26 سنتيم. غنهبطوا ب 12 سنتيم
باش ناخذو قياس الحزام. قياس الحزام عندنا 108 سنتيم، الا قسمتيها على 4 وزدتي 4 كتعطيك 31 سنتيم. من بعد كنهبطو ب 24. قياس الحوض عندنا هو 34 سنتيم، لان عندنا 120 سنتيم غادي نحطو 34 سنتيم بحال هكا. ومن بعد غادي نلاقيو هاد النقاط كما كتشوفوا هانتوما، نخدموها بالبيروكي كتجي خدمة مرتاحة. ومن بعد غادي نحيدو الخلف وغادي نقورو الأمام. دابا غادي نقطع الشلابة، غنبدا من الخلف. البنات دابا غنحيدو الخلف وغادي نكادو الكل ديال الامام. دابا غادي نمشيو للكميم ديالنا ومن بعد غادي نشوفو القوم. كما كتشوفوا البنات دابا كنشدو غير القياس اللي بغينا باش نخلو القياس ديال القب. عندنا التركيز عندنا 26 سنتيم، يعني 52 سنتيم اللي خصنا نسدو. الدوبل ديال 26 52 هي هذه الحد ديالها هنا صافي. وكنطويو الثوب على اساس هذيك العلامه اللي درت. كما كتشوفوا الثوب راه ديجا خايبين منه واحد الطرف، هذاك الطرف هو اللي خديت منه، خديت في العرض ديال الثوب باش صيفط الضيفات ديالي. دابا غنطوي الثوب على 4 بهذا الشكل. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو الطول ديال الكم ديالنا. حنا الكم بغيناه نقطع باش يكون قاد مزيان. دابا الكم عندنا 59 سنتيم في الكم ديالنا، وحنا بغينا نطويو الكم ديالنا، نطويو بحال هكا باش يبان لينا اللون اللي لداخل ديال الثوب. غادي نطويو ب 8 سنتيم، نحيدو 8 سنتيم اللي بغينا نطويو بها الثوب هي هذه، وغنحيدو 3 سنتيم ديال الخيطه اللي دائما كنحيدوها. وعاد من بعد غنشدو الطول ديال الكم ديالنا اللي هو 59 سنتيم. ها هي 59 سنتيم. او غادي ناخذ التركيز دابا ديالنا 26 سنتيم ديال التركيز هي هذه. عاد من بعد كنهبطو ب 14 سنتيم. ها
هي نتاكدوا بانها 26 سنتيم وكنخدموا بالبيروكي او بالطريقه ديال التركيز. كنديروا هنا 3 سنتيم وعاد من بعد كنسطروا هذا الخط بحال هكا وكنقسموا هذه القطعه الى 4 قطع. هذا هو الكتف ديالنا، كنطلعوا بواحد سنتيم وجيت لعبت كنهبطوا بواحد سنتيم وكنجمعوا هاد النقاط بهذا الانحناء بحال هكا. كناخذوا راس الكم شحال بغينا، غناخذوا 16 سنتيم مزيانه، واحد ديال الخياطه هي 17 سنتيم صافي. وغادي نديروا المسطره هنايا، ما غاديش ندخلوا بالبيروكي، لان هذه الطريقه فيت اللي قلتها لكم. ملي كتكون السيده عندها الدراع ديالها هذا ممتلئ، من الاحسن ما ندخلوش بالبيروكي باش ما يجيهاش مزير الكم ديالها. دابا ما دخلناش، هانتوما هذه الطريقه هنايا، شوفوا كيفاش كديروا. ملي كتقطعي من هنا وكتمشي من هنا كتمشي هنا، كيولي لك هذه البلاصه صغر من هاد البلاصه. اشنو كنديرو؟ كنديرو بحال هكا، هادي هي 8 سنتيم اللي بغينا نطول بحال هكا ديما تنيها بهاد الطريقه. وغتشدي القياس اللي بغيتي، شحال قلنا 17 سنتيم اللي خدينا بحال هكا، احسن غادي تكون احسن. هانتوما غادي تمشي بحال هكا، هانتوما ملي كنحلها شوفوا كيكون هنا كبر من هنا. علاش؟ ملي كيبغي نخيطو البياسه بحال هكا بالقياس اللي بغينا كيكون احسن، ما يتجمعش لنا الثوب بحال هكا هنايا. هذه هي الطريقه ديالكم اللي بغينا نصايبو، وكنتمنى تكون عجباتكم وتستافدوا منها. دابا غنحيدو القب ديالنا، شوفوا الجهه، نحيدوا هاد الزوائد اللي كاينين هنايا. انتما دابا ملي كطوي الثوب دائما كناخذوا الجهه الطويله ديال القب من هاد الجهه. دابا كما كتشوفوا عندنا هنا قصير، دابا شنو غنديروا؟ ناخذوا اطول جهه عندنا مزيانه ونخدموا بها. غناخدو من هنا 30 سنتيمتر اللي بغينا، يعني غناخدو دائما الطول، غناخدو الطول من هاد الجهة هاد المرة. كما كتشوفو هانتوما غناخدو هيا 30 سنتيمتر، هنايا غناخدو 40 سنتيمتر اللي مور فين كناخدوها. غنديرو الخط بحال هكا، وغناخدو 25 سنتيم اللي كنخدمو بها دائما، ومن بعد كنهبطو ب 12 وكنديرو الخط هنا كنخدمو به. كنقسمو هاد القطعة إلى قطعتين بحال هكا، واحد الفوق هنا قطعة أخرى وهذه قطعة أخرى. بغيتي تخليها مستقيمة بحال هكا خليها، بغيتي ديري الإنحناء كديريه، كتهبطي بواحد وكتطلعي بواحد وكتمشي بحال هكا. ما تخافوش من هاد الشوية، هذا غير السورجي كيقادو ماشي مشكل. وكنجو لهنايا بحال هكا، أنا غادي نوريكم دابا القص كيخدم. القب ديالنا
كما شفتوا دابا فصلنا الجلابه ديالنا، غادي نتفوها المعلم وغادي تصايب، وان شاء الله غادي نوريها لكم في اخر الفيديو. كنتمنى هذا الدرس يعجبكم وتستافدوا منه لا خياطه ولا فصاله، والى الدرس القادم ان شاء الله.